بجد التحية بحضراتكم من جديد. كابتن خالد، كنت بكلمك عن المدير الفني الاجنبي مستر بروكش. يعني نادي الاهلي تقريبا من سنه 98 كان اخر مدير فني كان هولندي كورفر. في سنه 2020 نادي الاهلي بيكرر تجربه تانية. ازاي جت فكره التعاقد مع مدير فني اجنبي؟ والله زي ما بقول لك كده، احنا جينا في الفتره الاخيره ان احنا بندور ازاي يبقى في تطوير لقطاع ناشئين. فحبينا نشوف مدارس مختلفه ان احنا نشتغل معاها. على فكره عندنا سباقات كتير قوي ومدارس كتير. احنا اخترنا المدرسه دي عشان حاجات كتير قوي. احنا كنا حاطين نقاط كده ان احنا نشتغل عليها، فاخترنا المدير الفني مستر بروكتش ومدير فني تشيكي. مدرسه محترمه جدا، السي في بتاعه قوي جدا. كمان شخصيه، كمان انا يعني شخصية محترمة، أنا يعني فوجئت بيها، كمان متعاون جدا كويس. بيسمع كويس وبيتكلم كويس وعنده حتة المحاضرات دي يعني بيعملها بشكل محترم جدا. وكمان حابب النادي قوي. يعني هو بيجي بيحضر معاه من النادي من الساعة 6 الصبح يبقى موجود. دي معانا لقطات وأنت بتتكلم يا كابتن خالد. يعني مستر بروكش هو مجتمع ببعض المدربين، بيشرح لهم بعض النقاط قبل التدريبات. هو احنا هو ده النظام على طول، احنا شغالين كده. الفكره ان احنا بيبقى في قبل التمرين بيشتغل، بيبقى في المحاضره. بنتفق على شكل التدريب لما بيكون في حاجه معينه عايزه تتعمل في التمرين. فاحنا بيتفق على التمرين ماشي ازاي، بيبقى في اجتماع حوالي 20-25 دقيقة مع المدير الفني والمساعد. بيحطوا شكل التمرين، بيحطوا نظام التمرين، بيحطوا الهدف من التمرين. لا، وشايفين كمان الكابتن محمد شرف بيتناقش معاه كمان في الوحدة التدريبية. لا خالص، احنا النظام كله جوه دلوقتي قطاع ناشئين هو النقاش. احنا مفيش حاجة اسمها يعني اعمل كده، مفيش حد بيقول لحد يعمل كده. كل واحد مسؤول عن مكان، مسؤول عن حته بيشتغل. كابتن ياسر رضوان طبعا موجود في الاجتماع. صح، احنا في نظام، كل واحد بيشتغل وعارف مكانه وعارف نظامه ايه وعارف طريقه ايه وعارف خطه ايه. فالدنيا بالنسبه لنا ما فيهاش قلق. يعني خلاص الدنيا هاديه جدا، وكل واحد زي ما بيقولوا بيحط الشغل بتاعه ومسؤول عن الشغل بتاعه وبيتحاسب على الشغل بتاعه. ده هو ده النظام المحطوط. فعشان كده زي ما بقول لك، احنا الفتره الاولانيه دي كلها فيها محاضرات كتير قوي. كلام كتير. بنتفق على اسلوب الشغل هيبقى ماشي ازاي السنه دي، توحيد طريقه اللعب بما يتناسب مع مع الفريق الاول كمان، وازاي يبقى عندك تنوع في طرق اللعب، وازاي ان انت من طريقه واحده تقدر ان انت تشتغل ثلاث اربع طرق. فكل ده بيشتغل تحفيز. في محاضرات فيديو تبقى شغاله على طول بالنسبه تثقيف المدرب وتثقيف اللعيب. وده شيء مهم جدا. تثقيف المدرب وتثقيف اللاعب ده شيء مهم.